بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أهلا بكم متابعينا الكرام. نحن ركنا في وقف احتجاجي لأهالي المواطنين اللي انكتروا في مالي ذريا، واللي حملوا الجيش المالي من سوريا عن قتلهم طبعا، وتعرفوا عن قضيتهم من الأيام، هي مشدود أخبار وقضية رائعة، ولا فات صدرت فيها الدولة أي ما فات صدر فيها من طرف الدولة الموريتانية أي رواية. وأهالي المواطنين في محملين بعد الجيش المالي من سوريا عن قتلهم. راك معانا أحد سكان المنطقة وعنده معلومات جديدة وعنده معلومات أكيدة حول القضية، قال عنه يختار يطلع الرأي العام عليه. السلام عليكم ورحمة الله. أولا بعد إذا بد رانا شاكن المنصة لإتاحة الفرصة وعلى مواكبة دائما النوع من الأمور اللي ما يخلق أي حدث شنو يتعلق بالمواطنين الموريتانيين ما كانت سباقة فيه، وشاكرين على نزاهته وعلى نقل هالأمور بتدقيق وبدون انحياز. ثانيا رانا معزين ذوي الضحايا اللي يواجع للأسف يامس توفى في مالي كاترهم الجيش المالي، وبه اللي هاو الضحايا هي الموت حق، ولكن هاو الضحايا مشكلتهم ما هي كيف قضية موتهم، ما هي كيف مدة مقتولة بدم بارد مذبوحة، ما هي مخبوطة مطرق، ما هو سبان متكية مذبوحة، شيء ما خالق الله تبارك وتعالى. على كل حال رانا معزين اهلهم وسائلين الله لهم هم الرحمة والغفرة. معلومات عن حول المواطنين تدخل الأراضي المالية، والله دنا علاقتهم التجارية، والله والله شوف هذه المنطقة اللي هي اللي قال لها عبد البقرو والنوارة، هذه منطقة موريتاني مالي، منطقة حدودية، والشعب المالي والشعب الموريتاني قاع على مستوى دولتين، شعب واحد شعب شقيق، ودائما ما بينه فيزا ولا بينه اي شيء، وكلها يدخل له اخر من اي طريق، ولا عنده اي مشكلة يسوى شنو. وذيك المنطقة خاصة منطقة ذاك الحوض الشرقي من فم قد عبد البقر وساحله، ذيك المنطقة التنمية الريفية، ودائما اهلها دائما يصيفوا اللبيل نظرا لهذه عمال الشباب التاليين، ونظرا لانهم الاعلاف ما هي متوفره في موريتانيا، ولا دائما يصيفوا اللاف في ذيك المنطقه اللي هي منطقه مالي من ضواحي عبد البقرو. لذلك احنا وشعبنا وشعب مالي شعب شقيق، هؤلاء المواطنين اشكال في هم ضرع عدوى خمس بالتدقيق اللي نعرف، انا خمس مواطنين موريتانيين تعرف اسمائهم، عندي موجودين اسمائهم من سكان عبد البقرو كاملين، هذه السيارة هي حسب اللي عندنا من المعلومات ما فيها اي مغالطة، سيارة كانوا مستهم خمس خارجين، اثنين ما كانوا في السيارة قاع رعاة عندهم شي من الحيوان في حيوان الموريتاني، كانوا عند بير، جاتهم السلطات وقبضتهم، وقامت ماشي وطات قبضت تلقات السيارة موريتانية لراجل من 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 راجل من من اولاد من من من, من اولاد بحمود، وعنده سي معاه عمه ومعاه شوفيره راجل من مشلوف، وقبل الجميع كامل ومعاه جماعة من فلان، والأخبار الله ينقلها واحد من فلان اللي رافدين خوه كان في المنطقة، وحسب الأخبار وتابعهم قبلهم عاد لا تتالبهم تملا تالبهم اللي جاهم الليل في بليده، وبات بسكين ما هو بعيد منهم اللي عاد مع الصباح، تنقلوا عن المنطقة اللي كانوا فيها، وقاموا وشو وذهم مالهم في مقبرة كبيرة وشو بشها، وذهم مالهم المواطنين هم جماعة مقتولة كاملة، جماعة فلان هي الفوقانية فلان من مالي فلان من لحد الآن ما نعرف هي هويتهم، اللي ما نتكلم عن معلومات غير دقيقة، مع مهم منهم فلان، وعلى ما يبدو معاهم مواطنين موريتاني الخمسة مذبحة ومديرهم التحتانيين مذبحة، ما فيهم مطرق ما فيهم أي شيء، وراهم على الأمانة قاسوا مهلهم يا مسدون إياك تأكدوا المعلومة فياك الباطل الرأي العام مش مزال في مقالطة، على ما في هي مقالطة، أهلهم قاسوهم ونتقوهم وشافوهم مذبحة بدم بارد، ما قد تعرفوا عليهم مباشرة ولا قد يقبلوا جثثهم لأنهم راكمين مرد ما يتحلوا، لا بد لهم عاد اليوم هذا حالا لا يقيسوهم ينقلوهم، وفم سيارة أخرى كانت فم اللي فيها مطاردة، والحمد لله عقب سلك دخلت عبد البقرو. لذلك السيارة كانت مطاردة من طرف الجيش من نفس السلطات، لكن فهمتوا
المهم علينا سلك الله تبارك وتعالى وصلت عبد البقر ونسمع طرق معلوماتي قريب ما هي دقيقه على فهم سياره اخرى مخطوفه والله ما اهلها ما فات جبروا عنها اي خبر ورق. احنا طالبين من فخامه رئيس الجمهوريه لانه احنا الدوله لاحق القاده تلحق ضركات اياها من المشاكل من الاسعار هذا ما هذا 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 لا يخفيه عليه احد العادل اللي اذا دارق عنه يا القعود يعرفوا على الاسعار لاحق القاده تسعر قاده تلحق والطب قاد القاد قاد يلحق ضرك من من من, من الضعف وقاد ملا مواطنين راهم اي طب انقاصك تضاح الرؤيه للناس كامله يعني المشاكل الداخليه راهي ما هي خافيه لحد ضرك العادل اللي هو ما هي ما خافيه عليه يمشي يخل الساحه يدور يشوف الحقائق في الاطباب وفي المرص وفي المواطنين الكاترهم الجوع والمواطنين اللي خاليهم الجفاف والمواطنين اللي عندهم التنميه الريفيه اللي ما عندهم الاعلاف ولا عندهم شيء هم اللي اضطروا انهم عاد يدخلوا مالي ويعني حدث ولا حرج يقرر ما هو المتكلمين عن ضركات اياها على الاقل فخامه رئيس الجمهوريه المواطنين ثم ذيك المنطقه ما مصايبين عن ما يقدروا يصيبوا عنها ما يقدروا يصيبوا عنها ما علاقات تجاريه وعلاقات معنويه علاقات الناس شعب واحد ما الشعب المالي والشعب الموريتاني فهم شعب واحد ما بينه اي مشكله يسوى شيء الشعوب في ما بينها اي مشكله يسوى شيء لذلك اهل التنميه الريفيه ما يقدروا يصيبوا عن مالي به اللي حالا حيوانهم اللي ما يدخلوا به مالي لا ما يبقى بالو بارد ما يبقى منه شيء الحوضين هم اللي مقضي موريتاني كامله بالحيوانات واعتمادها كامل على مالي اعتمادها كامل على مالي به اللي يتوقف عن مالي والحدود بينه وعمالي هذا يلا كل حد يفهمه عنهم ما يقدر حد يفصل بيناتهم يا ترى فخامة رئيس الجمهورية على مستوى خارجي المستوى الدولي على الأقل المواطن الموريتاني يعود عنده حقوقه المواطن الموريتاني يعود محترم المواطن الموريتاني هذا لو كان اللي شعبين الشعب فيما بينه مواطن كتر مواطن ولا مواطن كتر المواطنين هذا ما نقدر نحمل مسؤوليته للدولة به اللي الدولة ما يتعلق به يقال لي نعود هذا احنا محملين مسؤوليته الجيش المالي وطالبين منه يبحث في القضية على مستوى الدبلوماسية والسوء الخارجية يبحث في القضية هذه الكتيبة اللي هي تنحكم تجار إلى عات اللي السلطات المالية ونطرح له وقف ونطرح له حد الناس ما تقعد يمكن الحيوانات تذبح الليل والنهار الى عاد اللي ارهابيه يا السلطات الماليه تحمل مسؤوليتهم واللي وتوضح حقيقتها على هذا توفر له من ذيك المنطقه ويعود يتعرف عن هذا ما هو مسؤوليته وتجيب له الادله والبراهين والى عاد اللي هي اللي معدلته ناس ما يقعد حيوانات ما هي دجاج ما يقعد ناس تعود تذبح وهذا سابقوا مواطنين مالهم اسبوعين هم اللي مخبطه بعمار فما واحد منهم مات في عبد البقر والاخر عندي فيديو هنا تياهم في طب النعمه مخبطه بعمار هم اللي خابطهم ولاد الجيش المالي ورك احنا ما انا ضد الدوله الماليه دوله شقيقه وشعب واحد واخوه واحنا وهي ما عندنا اي مشكله وزرزي مواطنين الموريتاني ضرر البؤس اللي عندنا عايشين في مالي تجار ومنميين والى غير ذلك غير بعد على الاقل يا الله يعود فهم شيء من احترام المواطن ما نقدر نعود دائما الناس تكتل بدم بارد وهذا ما تنطح فيه نعشه يا الله يخلق ضغوط من فخامه رئيس الجمهوريه مباشره يخلق ضغوط ويخلق تحقيق في القضيه ويثبت للراي العام الى ات السلطات الماليه هي اللي متحمله المسؤوليه يثبت للراي العام على انها نالت جزائها ولان مسامحينها ويا الله ينفرض عليها عقوبات ويا الله يعدلها القاد يعدلها الى ات اللي في منظمه ارهابيه خارجيه والله يا دي خارجيه ظهرها السلطات الماليه وتجيبهم واللي وتمسح عن وجهها وتوفر الامن في المنطقه هذا طالبين من رئيس جمهورية وطالبين من وزير خارجية ما حدهم يطارد مواطنين هنا تياه ومشاكل مواطنين فيما بينهم يتخرصوا هاي المسؤولية راهو فخامة رئيس جمهورية هذه كلمة وعدتك مباشرة فخامة رئيس جمهورية احنا ما لنا من ذيك الناس الفضل السيئة ولا لنا نقول كلام الخاسر ولا لنا ما اسمه الرموز ولا غير مولي الحقائق لا نقولها لك فخامة رئيس الجمهورية انا الوقت تحل عينيك بهذا الشعب الضعيف المطحون اللي يعاني من الفقر اللي يعاني من المشاكل في الاحياء السكنيه اللي يعاني من هذه مشكله بعد ماكم لا تقولوا ما يقدرك مدير الامن ما يقدر يوقف يقول عنها بعد عند وراها ايادي سياسيه ولا ايادي كذا هذه بعد ما يقدر حد يقول انها وراها اي ايد سياسيه موريتانيه ولا شيء هذه روايه ذكي عاد واضحه يا الله تكون عدتوا تتحلوا العينين بهذا الشعب المطحون التعب
اللي عشاك وعشاه في مرجن لا تخليه يكب مرجنكم. احنا زاد هاي دولتنا وتجمعنا، ما يالتكم تخلصوا وتخلوا 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 دولتنا تفسد بالمرحله ذي، ما يالتكم تخلوا شعبنا يكون عود محترم في كل بليدة وعود مواطن موريتاني حاس الى عاد في اي دوله خارجيه يحس انه مواطن، يحس انه بدولته، يحس انه راه حمايه، يحس انه راه دبلوماسيه حقيقيه، يحس انه محضون في دولته وخارج دولته. هذا هو اللي هو 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 اللي عزز، هو هو اللي فخر على ان غير يعود يقتل ويعود يحس انه في بليد ذليل، داخل وطنه ذليل وخارج وطنه ذليل. هذا ما يمكن ولا يقدر يستقام ولا هو صالح. عندكم معكم انتم هذه المنطقه فما فيها شنو الهدف من دائما استهداف المواطنين من طرف الجيش الشمالي؟ شنو السبب في ذي الروايه؟ الله تعالى اعلم. احنا ما نقدر نقول ذاك اللي وراء ذاك، ما نقدر نتكلم عنه. احنا الان متاكدين عن هذول الناس اذا هم وفيديوهاتهم مجده، لانهم هم فيديو موجوده عندي لعتها لهذا جماعه قطعا من السلطات الماليه حاكم مواطنين فماتيها، وقطعا ولا والله عندها زي المالي وعندها سيارات المالي. ما احنا ما انا هون، احنا هون، احنا هون ما نحفظ الناس يقر هاو سيارات من الجيش المالي ولابسين زي المالي. فهمت معناها انه هون ما نقدر نقول لهم يلعادوا قابضين زي ما عند مده مقتطفين ومدقدقين هذا مدافع، ما غير زي مالي سلطات الماليه. احنا ما نقدروا في خاصة المرحلة الحالية نقدروا نتهموا السلطات المالية على انها وراء هذا الامر، والله على انها متقصدته، على انها بما انها بتمر بظروف، والدولة الوحيدة اللي واقفة معها جنب الى جنب هي موريتاني، ويلا تتعود معاها يا غير مولي. دولة لا دولة تحمل مسؤوليتها. سلطات موريتانيا مقصرة في الاتجاه اللي خلق هذا اللي قالت لك وراه الرأي العام وضاح له، عاد فهم تقصير وضاح له، والعاد فهم ما فهم تقصير وضاح له. واليوم معدلة وقفه هون عند ساحة الحرية، وعقب جات السلطات نظرا اللي قالوا عنها ما هي مشرعة، واحنا ما لنا جايين اياك نشوفوا المشاكل مع الدولة، والله اياك نتعنتوا مع السلطات، احنا في ظل الدولة وعندها قانون ولا يتحلى بذاك القانون قالت الدولة يتشرع ذيك الوقفة ولا يتعدل بطريقة سلمية وبطريقة ما في وما وراها أي خفية سياسية. هذا الشيء من المواطنين البؤساء جايين يعبروا عن مشاكلهم وأولادهم مذبحة بدم بارد، ما فهم اي ايد سياسيه ولا ايد خفيه ورا ذا ولا فهم اي مشكله ورا ذا. ويالت الدوله الموريتانيه تحل العين في هذا المواطنين الموريتانيين وهذا الشعب المطحون. يلا تحل هذا رئيس الجمهوريه اهلا لذا، ويالتو يعرف شي لذا، ويالتو ما يخليها لحد. رانك فخامه رئيس الجمهوريه، راه هو ما حقك ما مسول معاك وزير الاول فيه ولا وزير الثاني وزير الخارجيه فيه ولا وزير الداخليه فيه، انت هو امير المؤمنين، وكل حد من الشعب الموريتاني لا يتسول عنه بين يدي الله عن حقه وعن اللي كان عمر بن الخطاب لا يسول عن عذره بقله ما 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 عدل الطريق في الشام. معناها انه لانه هو على انك هذا الشعب الموريتاني مسؤول عن كل انسان مات به جوع، كل انسان مات به المرض مقصر في حقه، كل انسان مات مقتول بدم بارد نظرا لعدم هيبة الدولة، كل إنسان مسؤول عنه لا مسوى حقك. راه ما شور بين يدي الله، ما فهم حد لا هي ما فهم حد لا يتقاسم معك ولا فهم حد يرفض عنك شيء. مسؤولية مسؤوليتك، واحنا زرقنا لك انت، ما زرقنا للوزير الاول ولا زرقنا للوزير الخارجية ولا الداخلية، احنا زرقنا لمحمد والشيخ محمد احمد الشيخ القزواري هو اللي زرقنا له بطاقاتنا، ونحملوه مسؤوليتنا كاملة وحقوقنا كاملة نحملوها له، ويالطو يعرف عنه مسؤوليته. هذه مسؤوليته وهذا المواطن الموريتانيين وهذا 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 الشعب الموريتاني يالطو يعرف عنه. أنا الوقت اللي صحح عندهم المشاكل وداخله وفي الخارج، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.